كركر ما زال مزروعي تسرد حلم على لسان احد المتابعات. قلت هذه متابعه انسه غريبه. طيب حلمت لبست حذاء ذات الرقبه الطويله وكان لونه اسود وبه كعب عالي الى نهايه الركبه، وقلت في نفسي هذا الحذاء يريد فستان قصير. انا ارمله وبدون اطفال من ليبيا. طيب اذا كان في احد يعني يكلمك على زواج او خطبه او شيء، انا ما بقول انه هو يدين قليل، يريدك تقشف يمكن. يعني طبعا يا جماعه الخير، في بعض الامور في الزواج ما تعتمدوا فيها اعتماد كل الاحلام. اسالوا عن الشخص، هل هو متدين، هل هو غير متدين، هل اخلاقه كيف، يعني اسالوا عن الشخص، مش بس لانه حلمنا فيه خلاص. يعني الحلم هو الفيصل مفترق الطرق. فشوف اذا كان دينه سليم واخلاقه سليمه ممكن يكون انه يحتاج منك مساعده ماليه، اما اذا كان الشخص هذا يعني مش ماشي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، في عنده هفوات كثيره، اخطاء كثيره في العبادات، فانا انصحك تراجع نفسك وتستخيري مره ثانيه اذا تقدم. اذا تقدم عرفت شلون؟ حتى ما يكون زواج قصير. وبشكل عام واضح من ان الحذاء يعني طويل ونوعيته ممتازه بطريقه، لان الانسان ميسور. ف أنا حاطط علامة استفهام على أخلاق